محمد قويدر من الأردن ترك كل شيء والتحق بستار أكاديمي. اضرب الفرامل يا رب. من أول دخوله برزت شخصية محمد العفوية والصريحة واللي بقلبه على راس لسانه. صرت سيء وهامل وغير مبالي وهيك الله خلق حالي بسوي اللي براسي طوالي وأنا بس. أطلقوا عليه عدة ألقاب أبرزها قويدر مان، طرزان، الوالي. الوالي بالوكالي اسم كبير وصوتي عالي. شخصية محمد عكست حضور قوي على المسرح، تميز بأدائه العفوي وصوته القوي والواسي. أنا الوالي أنا الوالي أنا الوالي بالوكالي. محمد بيتمتع بأذن موسيقية جيدة جدا وصوته بليق بكل أنواع الغناء. له تأثير كبير على الجمهور وقت يسلطن بالموال ما حدا قده. على الطاير عزار مشك ومادي لأفديد مشك بروحي ومالي. قويدر كان عنده ستايل خاص لكن مع اللوك جديد صار إنسان تاني. بعد 4 أشهر بالأكاديمية محمد على مسافة خطوات من تحقيق الحلم. معقول يرجع على الأردن حامل اللقب ويكون أول أردني ب5 سنين وبيوصل على النهائيات وبيحقق حلم شخص وحلم بلد؟